فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر من صلاة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، قال: وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور؟ قال: فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق الأحاديث التي تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها صلاة معتدلة في جميع أركانها وأعمالها، لا يطيل بعضها ويقصر الآخر، وإن كان قد يقصره قصرا نسبيا، أما أن يكون بعضها قصير جدا وبعضها طويل فهذا ليس بمشروع. ثم انتهى إلى قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، إنه كان حريصا على أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إماما في مسجد، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم يذهب ويصلي بقومه، فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به العلماء على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، لأن الصلاة الثانية بالنسبة لمعاذ رضي الله عنه نافلة، والفريضة هي التي أداها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي استنكره النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ إطالته بهم إطالة شاقة، حيث إنه قرأ بسورة البقرة، ومعلوم أن سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم، فشق ذلك عليهم، حصل من بعضهم كلام، وبعضهم فارقه وأكمل الصلاة لنفسه وسلم وذهب لحاجته، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من الفتنة، وهي إثارة الجدال بين الناس أو إثارة التنفير بين الناس، والمطلوب من العالم وطالب العلم والداعية إلى الله أن يؤلف بين الناس ولا ينفرهم، وأن يرغبهم في الخير ولا يعمل باجتهاده هو ورغبة نفسه، وإن كانت خيرية، فإن معاذا رضي الله عنه لا يعمل ولا يجتهد إلا فيما فيه خير، وذلك لفقهه رضي الله عنه ومبلغ علمه رضي الله عنه، ولكن الإمام لا يعمل باجتهاده الخاص وما يراه هو ويشق على المأمومين، لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ.